ما حكم من يأخذ أجر في الرقية الشرعية بمبلغ معين؟ لا بأس بأخذ الأجر على الرقية، لكن لا نحب أن يكون امتهانا. إذا جاءت عريضة لا بأس، لكن تكون كمهنة مستمرة. لم أعد أحدا من أصحاب النبي يعمل في هذا الباب بهذه الطريقة، إنما فقط الرقية، رقية اللديغ التي اشترط الصحابة على أهل القرية أن يأخذوا قطيع من الغنم، لأن أهل القرية لم يقدموا لهم القرى، لم يقدموا لهم القرى يعني حق الضيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا هو الوارد فيما علمت. حكم أجر الحجام جائز مع الكراهة، أما الجواز لأن النبي احتجم وأعطى الحاجم أجره، أما الكراهة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال أجر الحجام خبيث.